بتديك دافع اكتر، في صدمه جات لك فانت عايز تشتغل عليها، عايز تتعادل وعايز تكسب، فدي حاجه برده من الايجابيات النهارده. انا بس في نقطه عايز اتكلم فيها برده كانت فيها في ماتش امبي، انك لما تيجي تغير ان وقت تغيير المراكز، لما تغير وانت فرقتك في التوب فورم بتاعتها بتدي مردود كويس، لكن لما تغير وانت الفرقه لسه راجعه من توقف 4 أو 5 شهور بتبقى الامور فيها شويه صعوبه. بمعنى ان في لعيبه مثلا زي مجدي قفشه مثلا، قفشه معدلات الجري بتاعته ممكن مثلا في المباراه يجري 10 كيلو بس، السبرنتات فيهم الحاجات اللي فيها سرعات في مركزه غير في مركز تاني، يعني سرعاته وهو بيلعب وينج او بيلعب على طرف من الاطراف غير لما بيكون بيلعب في نص الملعب. أي. المسافات بتختلف فكم الجري بتاعه بيختلف، فدي ضد طبيعته، دي حاجه من الحاجات بالنسبه لقفشه. هو مجدي قفشه الهجمه بتاعته اهي بالظبط، ان هو اللي موجود ناحيه على 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 طرف من الاطراف. ايوه فدي نقطه من نقط انك لما بتغير اماكن اللعيبه ما بيدوكش المردود، مش بيدوك المردود اللي انت متخيله في الكوره فنيا. أيوة. وانا برضو عندي سنه قلق، ممكن يكون الخواجه بيجرب حاجات تانية لمباراه الوداد، ولكن انا شايف ان كتر تغيير المراكز ممكن يفقد اللعيبه الثقه بتاعتهم. يعني ممكن يبقى لعيب هو داخل الدوري بعد فتره طويله يرجع عايز يلعب ماتشات وعايز يرجع نفسه، يصطدم بان هو في موقف في الملعب مش متعود عليها، فممكن تاخد من ثقته. فدي برضو عامل، دي برضو فيها مغامره شويه. ممكن اكون انا بشتغل على حاجه تانية، ولكن دلوقتي انا موجود. يعني بتتكلم قفشه ما بيلعبش في مكانه، ما بيلعبش في مكان اللي متعود عليه. أيوه. جيرالدو نفس الشيء، اجاييه متغير. فدي نقطه برضو انا شايف ان احنا انت كان بقالك فتره بعيد محتاج ان انت تثبت الفريق كل لعيب في مكانه، ولما تيجي تبني فكره تانية تبني الفكره واللعيبه جاهزه. طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه اريحيه مثلا مستر فايلر؟ ممكن ان هو يكون شايف ان في اريحيه في الدوري، فرق النقط كتير. ممكن يكون هو بيبني فكره تانية لمباراه الوداد، ولكن ده مش وحش، ده كويس ما فيهوش مشكله، وانك بتلاقي اخطاء وبتعالجها. ولكن برضه نقطه مهمه ان انا لعيبتي ما تفقدش الثقه في نفسها. بدل ما الماتشات دي تجيبني انا كلاعب بقالي 5 شهور ما بلعبش، ممكن النهارده مثلا انا اطلع انتقد قفشه مثلا او ايا كان حد، هتاخد منه طبيعي، اللعيب بيسمع واللعيب بيشوف ايه اللي بيتقال عليه، فدي هتاخد من اللعيب. فانا شايف ان مهم ايجابيه، لا ايجابيه لو انا في مكاني، لو انا في مكاني انت ممكن تبقى ايجابيه لو انا الماتشات هتجيبني. ايجابيه الانتقاد نفسه ممكن يعادل يبقى بطريقه يحفزك إيجابية. يحفزك لا وسلام احسن. انا بقول لو انا بقى إيه؟ عامه لا ما بتكلمش علينا احنا، بس انا بتكلم عامه، ما الناس اللعيبه بتسمع مردود حتى لو من جماهير عاديه، ده النهارده فلان مش كويس، هو يقول لك انا النهارده مش كويس انا ارجع، انت فاهم؟ هو يرجع بس هو النسبه دي نسبه انك بتحفز دي في عقليه اللعيب المصري قليله جدا، خد بالك يعني بتاخد اكتر. نادرا لما تلاقي لعيب. فانا قصدي ان هو بدل ما ده الوقت اللي يبقى ارجع فيه نفسي، في حاجات بتتاخد مني، في مواقف بتتاخد مني، انا لا انا عندي اكتر من كده. في حين ان هو لو كل لعيب بيلعب في مركزه هيديك المردود الاعلى، بدليل ان كل لعيب لما رجع مركزه اداك مردود الاحسن بتاعه. قفشة في شوط تاني وقت من الاوقات كتير بيشتغل في قلب الملعب، ما بيشتغلش على الاطراف، وحتى لما نزل وليد سليمان حتى في تبادلاته مع وليد سليمان واجاييه كان حاجات كلها في قلب الملعب. أيوة. مش على طرف من الاطراف. فدي أيوة. حاجات المهمه اتمنى ان يعني ان احنا ناخد بالنا منها، ان تغيير المراكز ما ياخدش من اللعيبه، ما ياخدش من ثقه اللعيبه. ولكن في المجمل مباراه انت كنت محتاجها جدا انك